أهلا بكم في قناة تويتا. لعل الجملة الأشهر التي وثقت ووصفت القبلة في السينما المصرية ما قالته ممثلة مغمورة ضمن أحداث فيلم جاءنا البيان التالي مع محمد هنيدي، حينما وصفت القبلة في السينما المصرية قائلة: أنا ما بعملش بوس إلا في سياق الدراما. وفي هذا السياق إليكم أشهر قبلات عرفتها السينما المصرية. القبلة الأولى كانت في فيلم العزيمة عام 1939، وكانت بين الفنان حسين صدقي والفنانة فاطمة رشدي. والقبلة الثانية حصلت في فيلم صراع في الوادي عام 1954، تعتبر هي القبلة الأشهر في السينما لأنها لم تكن ضمن أحداث الفيلم، وإنما جاءت عفوية من الفنانة فاتن حمامة للنجم عمر الشريف لتبدأ بعدها أشهر قصة حب بينهم في الوسط الفني. والقبلة الثالثة حصلت في فيلم شباب امرأة عام 1956، ووصلت إلى أكثر من قبلة قدمتها تحية كاريوكا مع شكري سرحان في محاولة منها لإغراءه. والقبلة الرابعة جاءت في فيلم رد قلبي عام 1957، وكانت قبلة صادقة من الراقصة كريمة هند رستم على شوفات علي شكري سرحان بعد هروبه من إنجي مريم فخر الدين. والقبلة الخامسة كانت في فيلم صراع في النيل عام 1959، الجواز حلو قوي يا بوي، جملة قالها عمر الشريف بعد قبلة ساخنة من هند رستم. والقبلة السادسة جاءت في فيلم إشاعة حب عام 1959، المحاولات المستميتة لعمر الشريف لجذب قلب سعاد حسني بمساعدة والدها وعمه في نفس الوقت. والقبلة السابعة كانت في فيلم غصن الزيتون عام 1962، قدمها المخرج السيد بدير بين عبده أحمد مظهر وعطيات سعاد حسني، قدم الثنائي قبلتين من أرق قبلات السينما. والقبلة الثامنة كانت في فيلم الطريق عام 1964، علاقة بين شادية ورشدي أباظة الشاب الباحث عن والده تنتج عدة مشاهد جريئة تبدأ بأشهر قبلة في الستينات. والقبلة التاسعة جاءت في فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969، هناك نكتة ظهرت وقتها عبد الناصر يقول لسامي شرف: روح شوف فيلم أبي فوق الشجرة بيقولوا فيه 38 بوسة. البوسة كانت سجال بين عبد الحليم وميرفت أمين مرة، وبين عبد الحليم ونادية لطفي مرة ثانية. الفيلم تكررت فيه مشاهد القبلات إلى أن علق في أذهان الجمهور. والقبلة العاشرة كانت في فيلم نهر الحب الذي جمع في بطولته بين الفنانة فاتن حمامة وعمر الشريف، وروى عن قصة حب علقت في قلوب أجيال. ويتضمن الفيلم مجموعة من المشاهد الرومانسية كان ضمنهم قبلة شهيرة أعربت عن المشاعر الحقيقية بينهما. وأيضا في فيلم مذكرات مراهقة جسدت الفنانة هند صبري والفنان أحمد عز قصة حب هزت قلوب الجماهير خاصة المراهقين لما به من قصة فتاة مراهقة عاشقة. وظهر في الفيلم مجموعة من المشاهد الرومانسية ظهرت فيهم قبلة شهيرة علقت في أذهان الجماهير. وفيلم أميرة حبي أنا الذي جسدت فيه سندريلة السينما المصرية سعاد حسني قصة حب مع الفنان حسين فهمي، وتخلل الفيلم عدة أغاني كان ضمنها أغنية بمبي والتي برز فيها عدة قبلات جمعت بين البطلين. وفيلم بوبوس من أشهر الأفلام التي تحتوي على قبلات لم ينساها الجمهور في السينما المصرية، حيث شارك في الفيلم الفنان عادل إمام والفنانة يسرى. وكان الفيلم يتضمن مجموعة من الأفلام والمشاهد الرومانسية كان من ضمنها مشهد به قبلات شهيرة بين الزعيم ويسرى. وفيلم دانتيلا شارك في بطولته كل من الفنان محمود حميدة وإلهام شاهين ويسرى، وتزوج منهما وشاهد الفيلم مجموعة كبيرة من القبلات. وكان من أشهر الأفلام أيضا فيلم قبلات مسروقة الذي كان يقدم بطولته الفنان أحمد عزمي والفنانة يسرى اللوزي، حيث جمعهم مشهد يحتوي على عدد من القبلات على ضفاف نهر النيل. وأيضا خلال أحداث الفيلم الأول للفنانة هيفاء وهبي توقع الجمهور أن يحتوي الفيلم على مشاهد جريئة، ولكن الأمر اقتصر على قبلة جريئة من عمرو سعد لهيفاء وهبي خلال مشهد عاطفي بينهم. ولم تسلم هيفاء وهبي وزوجها رجل الأعمال أبو هشيمة من أقلام الصحافة وقتها، وصارت شائعات عن خلافات بينهم وطلاق وشيك إلى أن نفى الزوجان هذه الشائعات. ومنذ إطلاق مصطلح السينما النظيفة والذي يعني أفلام خالية من القبلات، والذي أثار انتقاد وتساؤلات العديد من صناع السينما مثل المخرجة إناس الدغيدي، والتي قالت متهكمة في تصريح مع هالة سرحان ببرنامج السينما والناس: يعني إيه سينما نظيفة؟ يعني مغسولة برابسو؟ ومؤخرا قال الناقد طارق الشناوي في برنامج ساعة مصرية: لا يوجد عيب ولا حرام في الفن. وكانت آخر من اعترض على منع القبلات في السينما المصرية الفنانة سلوى خطاب، حين قالت: من ساعة ما منعوا البوس في السينما وهي باظت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.